السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة احنا في رنين، ده رنين 10 سنين ومعاه بروج، جوه فيه مفارش بروج، واحنا هنا في رنين، رنين اللي في شبرا، شارع شبرا. بصوا يا جماعة هنا كده طريق شبرا اللي جاي من المظلات كده رايح على القللي ورمسيس وكده، تمام. انا كده هخش رنين، انا اول ما بنخش لازم الكمامه معانا يا جماعه، تمام. دي بوابه وفيها بوابه تعقيم، انا بخش هنا لازم الكمامه، محدش يخش من غير كمامه، تمام. وفي هنا امانات لو انت معاكي شنط او حاجه. اهلا بيكم، دي جوله سريعه جدا في رنين عملتها متابعه القناه روبي. شكرا يا روبي على مجهودك معانا، بصراحه صورت حلو جدا. وطبعا التصوير في رنين زي ما احنا عارفين صعب، نقول سريعا اللي شايفينه ده طقم كوبايات بيبدا من 23 33 وكمان في حاجه و60، ده ب33، جد حلوة قوي، عجبني. ممنوع التصوير بس روبي صورت حلو، ده طقم ب33 وده طقم ب25، حلوة قوي. مكتوب عليه 25 بس بصراحة شكله برضو شيك قوي، شرب الشاي كده يبقى جميل. الله، شايفين المنظر حلو قوي. هو عبارة عن محطوط 6 كوبايات بس مش عارف مكتوب فيه 13/7 اللي شغال معاكم ده، وده برضو كوبايات تانية نوع تاني، ده قسم الإزاز والحاجات اللي هي الإزاز والصواني الإزاز والحاجات ديت، شايفين ديت 120، ده التربو ب65، التربو الصغير بتاع المطبخ بتاع التسريح، ده طقم ميلامين الشريف 1041، حاجات بقى كمان فرصة للعرايس وجهاز العرايس، وده ب1266 موديل تاني. ودي علب تلاجة، ركن حاجات التلاجة والمايكروويف، تدخل المايكروويف مكتوب عليها 50، طقم العلب بقى كام علبة الحقيقة، هو الطقم 3 تقريبا، دول ب50 جنيه، حلوين قوي على فكرة. مايكروويف يعني ممكن تستخدميها كمان استخدامات كتير جدا، فريزر، مايكروويف، ميجرولاش، اي حاجة. وده طقم برضو صواني ازاز كده بالكوبايات بتاعتها، حاجات العرايس جميل جدا، 240، طقم تقديم ازاز ب240 جنيه، حلوة قوي، شايفين المنظر والجمال. روحي بقى تختاري هناك اشكال والوان، حاجه تحفه جدا. ده قسم الكولمان والايس تانك والحاجات دي، الايس تانك 5 لتر مكتوب 411 ومقاسات طبعا واسعار مختلفه حسب المقاس، ده 12 لتر كولمان ب150 جنيه، اللي هو بقى الحجم الصغير اللي كلنا بنجيبه ده، حلوة قوي قوي. ده قسم المفروشات، دي بقى مفارش السرير واللحفة الفايبر، كاتبين اللحاف فايبر ب415، والاولاني ده كان ارخص. اشكال جميلة قوي، شايفين الثري دي دوت، دي قط ام بتبقى لحاف فايبر ثري دي وقطيفة، ثري دي اللي هي الوردة البارزة دي، بيبقى حلوة قوي. أسعار مختلفة هناك وأشكال والوان جميلة،
جولة سريعة بقى اللي عرفت روبي تصورها، ودي حافظة سجادة ب139 جنيه. القطيفة اللي طرازة دي منظرها تحفة بصراحة. انا عن نفسي كنت اخر مرة سأل عليها كانت حوالي 300 جنيه او 280 جنيه، في الحدود دي يعني. فلما تنزل ل139 تبقى تحفة طبعا. ودي دفايات اطفال، دفايات سرير طبعا، حاجات الشتوي دي ب45 جنيه. سلام.